مرحبا بكم. لما كيكون واحد من أفراد الأسرة كيقولوا عليه منغولي، مونغوليا، أو عنده مرض التثلث الصبغي، شنو هو هذا المرض؟ واش وراثي ولا ناتج على أسباب واحدة أخرى؟ عندي ولد عنده تثلث صبغي، موضوعنا اليوم في قصة الناس. تبدأ كيحبو عاد بدأت كتبان الأعراض ديال الإعاقة ديالي. تيحبو تيرد لي رجليه اللور، ما تيحطمش فيه. وانت عندك وليدات وحدين أخرين؟ عندي وليدات أخرين عادي. عادي. عندي وليد وبنية مطلقة من باهم الأول. وهذا الوليد ولد راجل اخر. هاد الناس اللي عندهم التثلث الصبغي تيكونوا مثلا عينهم فشي شكل، ملامح وجههم فشي شكل؟ لا عادي، وجهو زين وكل شيء، ملامح ديالهم زيانين. غير ملي بدات الحاله ديالو مشيان يعني ما تلاش يتمشى ولا غير بارك الارض ولا تشد عليه حتى الحاله، مره الذاكره تهرب ليه، ما كيبقاش عادي. عاودي ليا، امتى اكتشفتي بلي ولدك عنده التثلث الصبغي؟ الحق واحد عام ونص ما تلاش قدر يزيد، ما كيزيدش. ومنين ما هضرش لولدك شنو قلتي؟ قلت انا غادي يخرج زنزون، هادشي اللي قلت. الاولى زحاف والثانيه زنزون. زعما هادشي كتقول؟ هادشي اللي كنقول، نكذبش على الله. ايوا هي هادي، كان معايا داك الساعه باه شويه هو يتخلى عليه، قال لي ولدتي ليا ولد معاق. ما بغاش ولد عطالي الله في هاد الاعاقه. ما بغاش. 2003 مشى تزوج وطلقني انا، جاب لي النيت المراه كاينه في الدار وخرجني انا. هذا هو المشكل ديالي. عندك غير هاد الوليد واحد اللي معاه؟ هاد الوليد راه هو اللي عندك. دابا انت طلقتي حيت عندك الولد ما عنده هذا المريض؟ هادشي هذا هو السبب ولا عندكم مشاكل واحدة اخرى؟ لا لا حبيبتي، هذا هما المشاكل. بغيت ندي للمدرسة، شافوا ديال العاديين، شافوا المدير ما قبلوش ليا. اش قال لك المدير؟ قال لي هاد الدري راه ما كيديروش في هاد المدرسة العادية، سيري قلبي على مدرسة. هي هذيك بديت كنبكي. ولدتي تبارك الله 10 ديال الولدات، عندك 10 ديال الوليدات كلهم بخير وعلى خير، ولكن الولده الاخرانيه هي اللي كانت فيها المفاجاه واللي كانت فيها. انا شكيت فيه واخا ما بانش فيه بزاف. شكيت فيه، راه هو هذاك. راه شنو بان لك فيه؟ تهديته للسبيطار رجل عاد قالوا لي يعني راه هاد الدري شويه ديني. شنو شويه؟ شنو مرقوليه؟ مرقوليه عامين عاد بدا كنعير خلق الله الحماق بيضاء زوينة، لا حطيتيه لا كرشو يبقى، لا حطيتيه على الأمانة. على الأمانة، إلا ما وكلتيش، إلا ما طليتيش فيه وكلتيه، ما يجوع ما يغوت ما والو. ساكت ومهدن. ساكت ومهدن، ولا أنا كنعرف ليه التوقيت ديال الماكلة، كيبقى يشوف فيا بعيني بحال هكا. صافي، هذه هي باش تنعرف. يعني هذا المرض ما يسمى المونغوليزم، يعني عام ولا لا تريزومي 21، يعني في الجين مثلا 21 تيكون هناك فقط ما يكون اثنين من الجينات او جوج ديال الكروموزوم تيكونوا ثلاثه، ولذلك تسميات تريزومي 21. نعم. علاش حاله ديال المراه ملي كتتزوج مثلا 16 سنه او 20 سنه؟ يعني كما اشرت ذاك لا فريكونس او النسبه باش تنجب هاد الدر اللي حامل هاد المراه تكون قليله. تتكون قليله. ولذلك حنا تنصحوا مثلا الامهات انهم يتزوجوا شويه في سن شويه مبكر، وخصوصا الانجاب ما يكونش في سن متاخر. كيفاش علاقتك مع بنتك؟ كتفهمها؟ كتفهميها؟ الذكاء ديالها واش كتفهمني؟ كتفهمها، كتسخر لي الحان وتحد بالحوايج حدا اللي كتمشي عندهم كتسخر لي اليوم. ولكن ملي كنديها لشي بلاصه تيقولوا لي لا، تيستقبلوهاش. انا صافي قلت يمكن هاد الدريه، يمكن هاد الدريه جات ما باغينهاش هاد الناس. ملي كنشوف كنمشي وكنطلبهم وتنقول لهم الدريه باغا هادي، مشيت دخلت عند القايد قلت لها الدريه بغيتها تقرا، بغيت شي حاجه، بغيت شي حاجه، قال لي بنتي انا ديما ندير. اذا انت في غياب الامكانيات، واخا حتى واحد ما استقبل هاد البنيه، ولكن انت ما خليتيهاش هكذاك، انت كطوريها وكتخدمي معاها وتصيفطيها للحانوت وكتعاملي معاها بحال بحال خوتها. بحال بحال خوتها. اذا ما كاينش الاختلاف. ما كاينش اختلاف، ولكن الحاجه اللي فيا بغيتها حتى هي تقرا. بغيتيها تقرا؟ بغيتها حتى هي دير. الحاله ديال بنتك دابا؟ الحاله ديال بنتي انا الحمد لله وشاكره مزيانه دابا بنتك. الحمد لله وشاكره. كتمشى دابا؟ الحمد لله كتمشى، كتهضر. هاد الناس الله يجازيهم بخير دخلوا لها الفرحه، الحمد لله استقبلوها. الحمد لله. زعما بينوها بانها عايشه في هذه الحياه. الحمد لله. اذا هذا هو اللي مهم. الاخرين قطعوا لي الامل. هذا هو اللي مهم، هذا هو المهم. قلت هذه الباب الاخر ليا، غنمشي استقبلوها، ما استقبلوهاش صافي غدي الدريه تبقى ضحيه وتحل هاد البيبان في الحمد لله. ولدي عنده مرض التثلث الصبغي، كان هذا هو موضوعنا اليوم في قصه الناس. باقي في الناس بزاف ما يتعاود، في قصه الناس من اليوم انت واحد اخر. سلام عليكم.